أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيد عبد الرحمن درويش، CEO لعتاب كارغو. نورتنا أستاذ عبد الرحمن، نورت برنامج رواد الأعمال وشرفتونا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. عبد الرحمن درويش من سوريا، بدأت أعمالي في الإمارات وهذا شرف كبير إلي قبل 35 سنة، وتم تأسيس الشركة. كنا نعمل في عدة مجالات، منها مجال الشحن اللي أنتم موجودين عندنا الآن. نحن من الشركات متميزة، حصلنا على جوائز عديدة في دولة الإمارات من خلال النقل الجوي، وعندنا شهادات امتياز من طائرة طيران المدني، والحمد لله خطينا خطى جدا إلى الأمام في مجال النقل والشحن، النقل البري والشحن الجوي والشحن البحري. ما شاء الله عنكم. حابين أيضا نتعرف عن سبب اختياركم دولة الإمارات وإمارة دبي بالتحديد. سبب الاختيار أولا ودائما، أي تاجر أي رجل أعمال بيبحث عن البيئة المناسبة لشغله، اللي هي التسهيلات، الأمان، القوانين، المكان، أكيد الموقع. هذا الشيء هو كان سبب نجاحنا الحقيقة. يعني سبب النجاح هو التسهيلات والقوانين الموجودة في الإمارات، دعم الحكومة، تسهيلات تقدم الحكومة لإعادة التصدير اللي عطت للبلد طابع متميز عن باقي دول العالم، باقي دول المنطقة. موقع الإمارات الجغرافي بين الشرق والغرب، منقع في المنطقة الشرق الأوسط، منطقة الخليج. هذا اللي شجعنا أنه نكون موجودين في دبي ونمارس عملنا من دبي. طبعا حابين أيضا نتعرف عن الخدمات اللي بتقدموها في شركة عتاب الشحن. في مجالنا عندنا مجال النقل البحري من دبي إلى كافة دول العالم، ومن كافة دول العالم إلى دبي. نفس الشيء ممكن أي بضاعة موجودة في الأوروغواي، في أمريكا، في أستراليا، في ألمانيا، والتاجر اشتراها نشحن له إياها ونسلمه إياها في مستودعاته. والعكس صحيح، أي تاجر اشترى بضاعة من دبي بحري نشحن له إياها في البحر إلى الميناء اللي بده إياه. وفي عنا خدمات أخرى داخل البلد اللي رايح للبضاعة. بالنسبة لمجال الشحن الجوي عنا كمان خدمات من الباب للباب إلى أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. أي زبون عنده بضائع، عنده أي شيء شخصي ليشحنه إلى أوروبا، نسلمه من الباب للباب، شامل الجمارك والحدود وكل شيء. في مجال النقل البري كمان الحمد لله نحن متميزين. عندنا نقل بري من دبي أو الإمارات إلى كافة دول الخليج ودول الشرق الأوسط، اللي هي مصر، العراق، سوريا، لبنان، أردن. نقل بري عندنا عقود مع عدة معامل وشركات ضمن الإمارات، نشحن لهم بضايعهم ضمن الأسطول توفر في الدولة إلى المناطق اللي بدنا هي في بلادهم. الحمد لله عندنا خدمة تخزين البضائع، عندنا 3 مستودعات متوفرة بمساحات تقدر ب 2500 متر مربع. الحمد لله عندنا خدمة تخليص البضائع، عندنا خدمة تغليف البضائع، أعني بتغليف المواد الخطرة اللي بتتطلب تغليف خاص، عندنا ترخيص فيها. عندنا خدمة تحميل وتنزيل البضائع كمان لزبايننا، كمان لمواد المعدات والمعدات الثقيلة والآليات، متميزين فيها الحمد لله. وعندنا خدمة البسمة اللي مقدمة لزبايننا، نحن دائما بنخدمهم ببسمة. طبعا من أهم الميزات. نعم. اللي بتخلي دائم، يمكن سبب نجاح هذا أكيد، دائما اللي بتخلي الزبائن ترجع دائما. نعم. لنفس المكان. بما أنه إحنا حكينا عن التميز أيضا في ظل المنافسة اللي موجودة في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة والمنافسة عالميا أيضا في مجال الشحن، حابين نتعرف عن المميز عندك عن باقي المنافسين. التميز اللي أنا أعتقد هو الثقة والمصداقية اللي كسبناها خلال هذا الوقت من الزبائن. لا يمكن نبدأ بعمل ما بنقدر عليه. أي شيء ما بقدر أشحنه، ما بقدر أساوي، ما ببدأ فيه بعتذر. هذا أعطانا مصداقية صراحة الحمد لله.
أي شيء نخطي بخطة ثابتة بنوصله للمكان اللي بده إياه الزبون. إذا واجهتنا أي مشاكل بنتابعها بنحلها حتى النهاية لو كانت على حساب المادة. وهذا اللي ميزنا عن العالم. وعندنا تميز اللي هو النجاحات اللي حققناها عطتنا سمعة في السوق ولدى الزبائن في عدة دول من العالم. عندنا زبائن من الأوروغواي، من البرازيل، من مصر، المغرب، الجزائر، تونس، الأردن، إيران، العراق، سوريا، تركيا، أوروبا، رومانيا، بلغاريا، السويد، الدنمارك، نرويج، أستراليا، الصين، هونغ كونغ، أفريقيا، عنا في كاميرون، نيجيريا، يعني تقريبا جميع أنحاء العالم، غانا، أوغندا. الحمد لله عنا نسبة 80 دولة نشتغل معها. ما شاء الله عنكم. طبعا أتمنى أنكم كمان التوسع والتوسع والتميز. شكرا. دائم التميز. خبرنا أيضا عن الخطط والرؤية المستقبلية اللي راسمينها في قادم السنوات. اللي في عيش في دبي مع تطور دبي ما بقدر إلا يتطور مع دبي. صحيح. طبعا الدولة هيئت لك الظروف إنك تتطور. فلحنا عندنا خطة إن شاء الله نتوسع في مجال النقل البري. يكون عندنا أسطولنا الخاص للنقل البري إلى دول الخليج ودول المنطقة. هي الخطوة القادمة إن شاء الله خلال هالسنة والسنة القادمة. طبعا نتمنى لكم دائم النجاح والتميز. حابين نتكلم أيضا عن دولة الإمارات، دولة الأمن والأمان. كيف ممكن يساعد الأمن والأمان على استقطاب المستثمرين من خارج الدولة؟ وكيف ممكن أيضا يساعد على استقرار السوق في الدولة؟ الحمد لله نحن عايشين بأمان تام بكل ما تعني الكلمة. والإمارات أخذت المرتبة من الدول العشر الأوائل في الأمان حسب المعدلات والمؤشرات الدولية. هذا الأمان اللي أرسته الدولة اللي هو الأمان الأمني والشخصي والاقتصادي. أنت اليوم عندك الأمان الاقتصادي اللي هو عملتك مستقرة. صحيح. الأمان اللي أنت بتقدر توصل البضاعة بأمان إلى أي مكان. أمان الطرق والشوارع المحصنة، ما بتتعرض لحوادث الحمد لله. عدة أمور، شوارع تفتخر فيها كل دول العالم. أكيد بنية تحتية تساعد على جميع. عندك الأمن على بضائعك أنت موجودة في مستودعاتك. مجرد قفل صغير حاطط على الباب، باقي دول بيحطوا حراس مسلحين ليحموا بضائعهم. هي درجة من الأمان وفرتها. شكرا للجهات الأمنية كلها اللي وفرتنا هاي الشغلة. بلد أمان، شغلة بدون أمان ما بيصير. أكيد الحمد لله هذا شيء نفتخر فيه، هو اللي عزز ثقتنا وشغلنا بالدولة. أكيد طبعاً نتاج عمل القادة وشيوخ وحكام دولة الإمارات. طبعاً نحب أيضاً نوجههم رسالة شكر من برنامج جهد الأعمال ومن أيضاً عتاب كارو. صراحة قد ما حكينا لا يمكن نوفي الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، ونبارك له في رئاسة الدولة. وكان خير خلف خير السلف. وسمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، والسادة أولياء العهود حكام الإمارات، قد ما شكرناهم على الإجراءات والقوانين والتسهيلات والأمان اللي حققوها أو حققونا إياها. هذا شيء نفتخر فيه، بوجههم الشكر وبدعو دائما إلى الأمام. ودولة الإمارات عودتنا كل يوم جديد وكل يوم إلى الأمام وكل يوم تطور، ونفتخر بهذا الشيء. وصراحة شيء يضاهي كبريات دول العالم اللي سبقت، اللي مئات السنين الإمارات حققته خلال سنين قليلة إنجازات رائعة. شكرا للجميع. طبعا دولة الإمارات دولة اللامستحيل طبعا فعليا في العالم. في نهاية الحلقة حابين نتشكرك على وجودك معنا طبعا كجزء من برنامج رواد الأعمال، وحابين أيضا نتعرف عن كيفية الوصول والتواصل لعتاب كارغو. شكرا لكم، شكرا للتلفزيون لشاشتكم الحبيبة. ممكن تواصل معنا على itabcargo.com الموقع تبعنا، أو من خلال الهاتف أو الإيميل itab@emirates.net.ae. طبعا جميع أرقام التواصل والموقع الإلكتروني أيضا سوف يظهر أسفل الشاشة. شكرك مرة أخرى أستاذ عبد الرحمن. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.